النهارده ذكرى ميلاد الكاتب الكبير الراحل أنيس منصور ابن مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية. ابتدى تعليمه من الكتاب وحفظ القرآن الكريم في سن صغير، وبعدها التحق بكلية الآداب جامعة القاهرة لغاية بقى واحد من جيل الصحفيين المخضرمين والكتاب والأدباء اللي أثروا فعلا وأثروا الحياة الثقافية في مصر لمدة سنين طويلة. تعالوا مع بعض نشوف محطات لمسيرة الفارس الذهبي أنيس منصور. تحل اليوم ذكرى ميلاد الكاتب الكبير الراحل أنيس منصور الذي ولد بقرية قرب مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية في مثل هذا اليوم عام 1924، وبدأ تعليمه من الكتاب وحفظ القرآن الكريم في سن صغيرة، بعدها التحق بكلية الآداب بجامعة القاهرة واختار قسم الفلسفة الذي تفوق فيه وحصل على الليسانس عام 1947. يعتبر أنيس منصور واحداً من جيل الصحفيين المخضرمين والكتاب والأدباء الذين أثروا الحياة الثقافية في مصر لعقود، وجمع بين الصحافة والفكر والأدب والفلسفة والترجمة، واشتهر بمقاله اليومي في جريدة الأهرام تحت عنوان مواقف، كما ألف عشرات الكتب. يعد أنيس منصور واحداً من أغنى الأقلام المصرية والعربية، فساهمت معاصرته لمثقفين وأعلام كبار في الفكر والثقافة مثل طه حسين والعقاد وتوفيق الحكيم في تشجيعه على التحصيل العلمي والمعرفي وتنويع اهتماماته الفكرية والثقافية، كما أعطت لمقالاته وعمله الصحفي تميزاً وعمقاً وتنوعاً في مجالات الكتابة في السياسة والفكر والثقافة والأدب والفلسفة والاقتصاد. عاصر أنيس منصور فترات تاريخية هامة في مصر من عهد الملكية إلى حكم عبد الناصر ثم السادات ومبارك، ورافق السادات في سفره إلى القدس عام 1977. أيضاً أثرى أنيس منصور كأديب وفيلسوف ومفكر وصحفي ومترجم المكتبة العربية بعشرات المؤلفات، وساعده في ذلك إلمامه بعدة لغات منها الإنجليزية والفرنسية والألمانية والإيطالية وغيرها، حيث ترجم أعمالاً وكتباً أدبية أجنبية. كتب أنيس منصور في أدب الرحلات كتاب بلاد الله لخلق الله وأعجب الرحلات في التاريخ وحول العالم في 200 يوم، وفي فترة من الفترات كانت كتاباته فيما وراء الطبيعة هي الكتابات المنتشرة بين القراء والمثقفين، ومن أشهر كتبه في هذا المجال الذين هبطوا من السماء والذين عادوا إلى السماء ولعنة الفراعنة. أيضاً كتب في السيرة الذاتية عاشوا في حياتي وفي صالون العقاد كانت لنا أيام، كما كتب عن الوجودية، وفي السياسة كتب الرئيس قال لي وقلت أيضاً شبابنا الحيران وعلى رقاب العباد، كما كتب أعمالاً درامية تحولت لمسلسلات تلفزيونية منها من الذي لا يحب فاطمة وعريس فاطمة وغاضبون وغاضبات. ترك أنيس منصور بصمته في الصحافة المصرية مع جيل الرواد مثل محمد التبعي ومحمد حسنين هيكل، وكتب العديد من الأعمال الأدبية. وبعد تدهور حالته الصحية رحل أنيس منصور عن عالمنا في 21 من أكتوبر عام 2011 عن عمر ناهز 87 عاماً.